وخلونا دلوقتي وكالعادة نعرف ونطمن ايه اللي بيحصل في شرم الشيخ، نتابع اخر الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة مؤتمر المناخ من زميلنا احمد الحسيني مراسل. صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير يا بسان، صباح الخير يا احمد، صباح الخير لمشاهدي، صباح الخير يا مصر. بالفعل الحد القادم قمة المناخ هنا في مدينة شرم الشيخ، الاستعدادات أتمت على أكمل وجه في كل القطاعات هنا في المدينة. العديد من رؤساء دول العالم ورؤساء الحكومات والمنظمات الحقوقية ومنظمات الخاصة بقضايا البيئة أعلنت مشاركتها في قمة المناخ هنا في مدينة شرم الشيخ في 6 نوفمبر، أي الأسبوع القادم. أسبوع واحد يفصلنا عن هذه القمة الدولية المهمة التي يعول عليها الكثير للحفاظ على البيئة والحفاظ على كوكب الأرض النظيف. أنا موجود حالياً في بداية الممشى السياحي الجديد الذي أقيم هنا في مدينة شرم الشيخ على مساحة 6 كيلومترات. الممشى هنا أقيم في مدة زمنية قليلة جداً وهي مجرد 5 أشهر، وبالتالي الزائرين هنا لمدينة شرم الشيخ لما بيجدوا هذا الجمال وهذه الروعة من هذا الممشى السياحي على طول 6 كيلومتر مسافة كبيرة بيندهشوا وبيقولوا إزاي قدروا العاملين هنا في مدينة شرم الشيخ ينجزوا هذا المشروع وهذا الجمال في هذا الوقت القياسي، بنتحدث عن 5 أشهر فقط. هنا بداية الممشى السياحي زي ما احنا شايفين الديكور من خلفي، ده بيوضح البداية لممشى سياحي. مستمرين كده على طول هذا الممشى حتى خليج نعمة، وبنعدي كمان لغاية ما بنوصل للسوق القديم. كل ده هنا مجهز الممشى السياحي بطول 6 كيلومتر في غاية الروعة. تجربة المشي فيه سواء في النهار أو وقت الغروب أو أيضا بالليل مريحة جدا وممتعة بصريا وبدنيا كمان. فبالتالي الممشى أقيم خصيصا ليكون مقصدا ترفيهيا وسياحيا لزوار مدينة شرم الشيخ في قمة المناخ COP27. كمان بنتكلم عن جولات ميدانية لمحافظ جنوب سيناء بيقوم بها يوميا. امبارح جولة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة كانت في مركز الكهرباء في مدينة شرم الشيخ، وبالتالي أو بتحديدا في التحكم الآلي وهو تابع لكهرباء مدينة شرم الشيخ واللي بتتحكم في كهرباء مدينة شرم الشيخ وأيضا في بعض محطات الشحن السيارات الكهربائية. وإذا كنا بنتكلم عن الكهرباء هنا في مدينة شرم الشيخ فنجد أن محطة النبق للطاقة الشمسية وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط هنا في مدينة شرم الشيخ بتعمل بقوة 20 ميجا وات بتغذي مدينة شرم الشيخ بالطاقة النظيفة، وبالتالي احنا بنتكلم عن مدينة خضراء صديقة للبيئة فيها مشروعات خضراء صديقة للبيئة زي مشروعات الخاصة بالمحطات الطاقة الشمسية اللي بتغذي المدينة بالكامل بطاقة نظيفة وأيضا بسيارات وعربات وأتوبيسات بتعمل بالطاقة النظيفة بالكهرباء وبالغاز الطبيعي وأيضا أتوبيسات ذكية فيها مجموعة من التكنولوجيا الذكية. أسبوع واحد يفصلنا عن هذه القمة المهمة وفيها الكثير من الموضوعات التي هيتم مناقشتها وبننتظرها معا بفارغ الصبر. إليكم زملائي في الاستوديو مرة تانية وصباح الخير. شكرا ليك يا أحمد، يعني دايما بتنقل لنا كده آخر الاستعدادات الموجودة في مدينة السلام، بتنقلها لنا كأننا موجودين هناك.